زي ما انا من ابنه طاحت قام شي يقول خدمه الغش ها خدمه الغش هذه شحال هو يقول لهم سكنه غادي تطيح سكنه غادي تطيح والو ما داوش كاع فينا هذه في 2008 طاحت هذه الجهه اللي منها هذه كانت غير كيما هذه طاحت هنايا وقبل ما تطيح هذا مول لا ميزون مرسيدس كان باغي يكريها لي زاجيروا باش يحلوا فيها لازم لا ميزون مرسيدس وهنا كان يقيسوا الماء جوارين يقيسوا الماء كان يدخل له الماء من تحت هو شادر شرجها بالبيطون وتحتها سوبريما بيليات باش من هي الجهه اللي من هي كيدخلوا فراغن باش كيدخلوا فراغن عندهم كيديروا دور الداخل هذا كانوا يخدموا بالهيلتي قال لي قال لهم الدار التسبيع قال انا عارف اش نديروا هذه تاع البروجي قال انا عارف اش نديروا هضرنا معاهم رحلونا منا الصح الصحراء ثقيل دخلت مصالحنا اليوم صبيحه اليوم على الساعه 6:43 دقيقه صباحا من اجل حادث تمثل في انهيار لسقف ثلاثه غرف ببنايه متواجده بحي الحي العتيق شوبو مباشره بعدما تلقينا نداء نجده توجهت اسعافاتنا الى عين المكان حيث تم انقاذ خمسه اشخاص ثلاثه من جنس انثى واثنين من جنس ذكرت تراوح اعمارهم ما بين 43 من بين سنتين و43 سنه بالاضافه الى تسجيل حالتي وفاه للاسف الشديد هما ضحيتين الزوج والزوجه كانتا محصورتين تحت الانقاض